مش هتخرجي يا هند. هخرج، انا جوزي راجع من السفر بسبب اللي انتوا عملتوه. يا سلام، هو ده كل همك؟ زعله هو وامه؟ طب والله العظيم يا هند، ما انت معتبه باب الشقه دي الا لما تطلع نتيجه التحليل. بالراحه بالراحه يا عفاف، وطي صوتك، احنا مش ناقصين فضايح. يا بابا خليها تسيبني اروح. لو نزل لي ملك من السما مش هتخرج من باب الشقه يا هند الا لما اعرف اذا كان بيقولوا ده صح ولا لا، واذا كان عداكي بالمصيبه اللي عنده هو التاني. سر الشر يا هند، واسمع كلام امك. اهمدي بقى هند وما تشعللهاش اكتر ما هي ولعه. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ هو انا عيله صغيره هتمنعوني اروح بيت جوزي؟ ويكون في علمك حتى لو نتيجه التحليل طلعت ما فيهاش حاجه وسليمه، احمد ده هتبعد عنه نهائي. ليه بقى؟ هو مش اللي يهمكم يكون سليمه؟ يا رب يا رب تطلعي سليمه. بس اعمل حساب ساعتها بقى مش هتشوفيه حتى من بعيد لبعيد. انا قلت لك ان انا عارفه كل حاجه من اول يوم، من ساعه بلاقي رجعت لي هنا. سمع سمع بنتك يا بيه بتقول ايه؟ انت من هنا ورايح هتتعاملي على انك انسانه معتوهه بتعرض نفسها واللي في بطنها للخطر، وعشان كده انا مش هسيبك على ذمه راجل مخبول بيعرض نفسه للموت ومجرجري في رجليه. اهمدي واقعدي بقى، اقعدي. اهدي بقى يا هند، اهدي وتعالي اقعدي. تعالي تعالي بس. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. استغفرك يا رب واتوب اليك. استغفرك يا رب واتوب اليك. يا رب احنا عملنا ايه بس في دنيتنا عشان يحصل لنا ده كله؟ ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. استغفرك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفرك يا رب واتوب. ده برضو هند. انت مش بتقولي ان احنا مجانين وانت واحمد سلام؟ خلاص بكره نتيجه التحليل تطلع ونشوف. ما حدش له دعوه بيا انا وجوزي، ان شاء الله يا رب يكون عندي اللي عندي. ايه رايك بقى؟ انت مجنونه. هو انتوا فاكرين ان احمد لسه مخطوبين؟ ده جوزي، ومهما حصل انا مش هسيب، وما يهمنيش راي اي حد فيكم. نعيا بقى نموت نولع، احنا حرين. انت اكيد دماغك ضربت. بتعملي ايه؟ هتكلمي الباشا اللي عملنا مصيبه دي؟ بقولك ايه، خليكي في حالك ومالكيش دعوه بيا خالص. حاضر يا هند، بس لازم تعرفي ان انا من راي بابا وماما، ما ينفعش ترجعي له. احمد الحاني انت فين؟ انت فين؟ في ايه متعاطي ليه؟ هند ايه ده عشان افهم منك اي كلمه؟ في ايه بس؟ يعني مش عايزينك تسيبك. احمد هات هات التليفون. الو، ايوه هند، ممكن تهدي بس عشان اسمعك؟ كان هيعمل بينا 50 حادثة. الله يخليك، بالراحة شوية. حبسني يا ليلى، منعني اخرج من البيت، انا مش عارفة اعمل ايه. طيب ماشي، احنا خلاص قربنا عليك. في ايه بتعملي وكمان بتكلميها في التليفون؟ انت ايه؟ طب قولي لها بقى ان انا هطلقك منه، خليها تشربي. لو انا غلطان يا حسن يا ابني قول لي. بصراحه يا بابا يعني ما مش عارف اقول لك ايه. حسن، انت كنت عارف مخبي علينا يا ستي؟ وكتاب الله ما كنت اعرف حاجه على الموضوع ده يا بابا. والله موضوع مرض ليلى ده انا ما كنت عارفه اصلا، وبالمنطق يعني حاجه زي كده لو انا عارفها اكيد لازم اجي واقولها. بس يا بابا كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان احمد لا يمكن يأذي هند، وابصم لك بالعشرة ان احمد بيحب هند اكتر من عينه. المصيبة يا ابني ان هند عارفة وموافقة. نعم، يعني حضرتك عايز تقول ان هي كانت وقت افتح شوف مين. فين هند؟ استنى عندك، انت رايح فين؟ اه يا احمد يا ابني اقعد خلينا نتفاهم. مش هتفاهم يا عم امين، انا عايز مراتي وامشي. يلا يا بنتي يلا من هنا. احمد ما ينفعش تمشي. اقعد كده واستهدي بالله واقعد مع حماك وحماتك، وفي كلام لازم يتقال. اروح مراتي الاول يا حسن وبعد كده اتكلم. لا يا حبيبي، كانت مراتك لما كنا فاكرينك محترم واتجوزتها عشان تصدق مش عشان تموتها. استني يا عفاف اقعد يا احمد خلينا نتكلم. احنا لسه هنتكلم يا امين. هي كلمه وردي خطاها يا احمد يا شاهين، اللي بينا وبينك اتقطع. اتفضل انزل من هنا بطولك. انا هنزل ومراتي معايا، واللي عايزين تعملوه اعملوه. هنمنعك بالعافيه يا احمد. لا
لا لا لا لا مش الدرجات دي يا بابا. ايه يا احمد ما تقعد بقى وصلوا على النبي يا جماعه. حرام عليكم بقى، انا عايز امشي من هنا. تعالي هنا انت رايحه فين؟ انت جننتي. ودي يا ماما ودي احمد يا شاهين، لو ما سبتها لغايه ما نطمن عليها لكون مزوطه ولعب عليكي الدنيا. مشيني من هنا يا احمد والنبي. تعالي هنا عايزه تمشي تروحي فين؟ حرام عليكي يا ماما بقى. اخص عليك يا احمد، كنت فاكرك بتصون الامانه تطلع كده. انت قصدك تقول مجرم، انت مكسوف تقولها، بس العيب مش عليك يا احمد، العيب على بنتنا اللي مش عارفه مصلحتها. بس انا ممكن اكسر لها دماغها عشان تحافظ على حياتها. خلاص بقى، هو اي حد يقول كلمتين تصدقوه؟ احمد اللي انت بتعمله ده، ممكن نقفل الباب يا جماعه ونخش نتكلم جوه في هدوء يا عم لو سمحت؟ انت لسه هتكذب؟ ما احنا عرفنا اللي فيها. هند قالت لنا ان الست ليلى مراتك عندها ايدز. هلا ايه اللي جابك هنا؟ طلعت ليه؟ طلعت عشان اتاخرت عليها. ادخلي يا بنت اتفضلي. ايه الجبروت اللي انت فيه ده؟ هو مش جبروت حضرتك ولا حاجه. انا عرفت ان حضرتك عملت تحليل لهند، ولما يطلع سليم ان شاء الله هتتاكدي انه مش جبروت. خلاص يا بنت، لو طلعت نتيجه التحليل سليمه زي ما بتقولي يبقى دار ما دخلك شر. يطلقها كل واحد يروح لحاله. انا مش هطلقها يا عم امين، دي مراتي، هند هتفضل مراتي. وانا ايه اللي يجبرني اسلم بنتي لعزرائيل بايديا؟ لو حياتي مع احمد معناها اني اموت انا موافقه يا ماما. مش للدرجه دي حضرتك على فكره خالص، مش للدرجه دي. المرض بتاعك. خلاص يا ليلى. يلا يلا يلا. قسما عظما يا هند، لو خرجتي من باب الشقه لا هدخلك بيت ولا هعرفك. خلاص يا ماما، هي اللي اختارت، هي حرة بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بعدنا كلنا عشان خاطر أحمد.